أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي 8 مشاريع قوانين منها قانون التأمين الصحي الشامل والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من القوانين الأخرى. جلسة جديدة واصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من الاتفاقيات الدولية. في مستهل الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 8 مشاريع قوانين مقدمة من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، منها قانون التأمين الصحي الشامل، التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. الجلسة العامة شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون تنظيم الاتصالات ومشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بالإضافة إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على تعديل الاتفاقية الإطارية المبرمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة السقف الائتماني. الاتفاقية مهمة جدا خاصة لتاريخ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع مصر من 2008، وكمان هي ضرورية في التوقيت الحالي لزيادة الاحتياجات وتحرير سعر الصرف من 3 مليار ل 6 مليار، ده مبلغ كويس. الاتفاقية دي بيتمول هيئة السلع التموينية وهيئة البترول، واعتقد يعني ان احنا ما عندناش اي مشكله في هذه الاتفاقيه، بالعكس احنا بنشجع من هذه الاتفاقيات اللي بتزيد من السقف الائتماني للدوله في هذه المرحله الحرجه في ايه من العمله الصعبه الغير متوفره حاليا بالمعدلات الطبيعيه. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشه مشاريع القرارات والقوانين بما يخدم الوطن والمواطن في اطار دوره النيابي والتشريعي.